جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول دال شين صاد، تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: هل يجوز للمرأة السفر وحدها إذا كانت المسافة بين بلدها والبلد الآخر حوالي ساعتين أو 3 ساعات؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر بين البلدين أو غيرهما، لا بد من المحرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. والمراد باليومين يعني للراحلة، مشي الأحمال ودبيب الأقدام في ذلك الوقت. وقد قدرت في هذا الوقت ب 80 كيلو، سواء قطعها في ساعة أو بأقل أو بأكثر. نعم.